إذا ما أريد أن يتميز المسجد شيخ صالح، التسمية لا شك أنها جيدة، لكن بماذا تنصحون الناس؟ أن يختار اسم غير اسم فاعل الخير هذا؟ يسمى باسم الحارة أو باسم الحارة، مسجد كذا. نعم نعم لا بأس به. وإذا كان في الحي أكثر من مسجد؟ تسميته بمسجد فلان لا بأس به، إنما الممنوع الكتابة، إنما غير المستحسن الكتابة، بدون كتابة. بدون كتابة. بدون كتابة على المسجد، أما أنه يسمى مسجد فلان نعم من أجل التمييز فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. إذا سمي باسم أحد الصحابة رضوان الله عليهم أو أحد التابعين لا بأس بذلك، التسمية لا بأس بها. طيب، إنما الكراهية، نعم إنما الكراهية في الكتابة على المسجد، لا يكتب عليه مسجد فلان أو المحسن فلان أو ما أشبه ذلك، لأن هذا قد يدل على شيء من الرياء. نعم بارك الله فيكم. كأن الشيخ صالح ينصح من فعل ذلك أن يغير هذا الوضع؟ نعم، ننصح بأن لا يكتب على المساجد والأعمال البر أن هذا من عمل فلان أو من إحسان فلان، لأن هذا فيه شيء من الرياء وإظهار العمل للناس. نعم بارك الله فيكم. كأن هذا من الأعمال السرية بين عبد وبين رب الشيخ صالح. نعم بارك الله فيكم.